الآن بينت أنه لابد من استعمال الشكمة مع المدعو والصبر عليه. أحيانا الإنسان الداعي يقوم بأمرين، الأمر الأول التنبيه. الأمر الأول أنه ينبه، يعني يبين الحق للناس، مثلا التحذير من أهل البدع وكذا وكذا إلى آخره. الأمر الثاني أنه لو صح له بدعيا أتى أو شيء من هذا القبيل، يستعمل معه أولا اللين حتى إذا رآه مكابرا يصبر طريقة أهل السنة من عدم مجالسه إلى آخره. الملاحظ والذي لاحظناه ان بعض الذين يشدون على المنهج الصحيح منذ ان يسمعون بك انك تحذر لا ترى، فكيف الان يعني التوفيق ما بين القول ان الانسان لا بد ان يجالسهم وكذا وكذا، وبين انك تصدع بالحق لبيان للناس الاخرين؟ أنا ما فهمت منك أن هناك تناقضا الذي يشمس عنك شموس البغلي لا يقاس عليه الناس الآخرون الذين ينبغي عليك أن تصبع لهم بالحق، فما فهمت أن هناك تناقضا. هو يا شيخ الآن إحنا الذي لاحظناه أن البعض من أجل الطريقة الثانية وهي الحكمة مع المدعو يريدون إسكاتك عن بيان الحق من أجل أن تأتيه يعني بسهولة، هذا يعني منتشر أما عند الدعاة الآن. طيب أنت تذكر معي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فأنا إذا كنت أدعو أولا إلى دعوة الحق وثانيا للحكمة والموعظة الحسنة، لكن أنت ولا مؤاخرة كمثال تريدني أن لا أستعمل حكمة وأن أصدع بالحق، أما الذي يضرني؟ أي في نهاية المطاف وباختصار الكلام مالي وللناس، المهم أن أعرف أنا هل جمعت بين الصدع بالحق والدعوة إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة أم لا؟ فإذا أنا لم أجمع قد أصدع بالحق ولا أستعمل الحكمة وهذا موجود، وقد أستعمل الحكمة وأتلين بها حتى أضيع الصدع بالحق، فإذا لا هذا على صواب ولا هذا على صواب، وإنما الصواب نجمع بين الدعوة إلى الحق وبين حكمة والموعظة الحسنة. أما زيد من الناس أو جماعة من الناس يريدون منا باسم الحكمة ألا نتحدث ولا نصارح بالحق، هذا بلا شك ليس من الحق في شيء، فإذا نجمع بين أمرين ونجاهد أنفسنا على هذا الجمع بين الحقين، حق الدعوة وحق استعمال الحكمة والموعظة الحسنة. تفضل. نرى يعني كثيرا من خصوم المنهج السلفي دائبين في الهجوم على المنهج السلفي وعلى رموزه كما يقال، وعلى رموزه من أئمة السلف كابن تيمية وابن القيم وابن الوهاب، ودائبون في هذا العمل لا يفترون، ومع دابهم هذا لا نسمع صيحات ولا ضجيج حول هذا العمل الماكر، لكن إذا يعني بلغ السيل الزبع وتأكد تصدى لهذا التيار الخطير بشأن الرد تأتي الانتقادات، تأتي أنتم مثلا يعني اعتدى عليهم فلان دافعتهم سمعتم الصيحات، عرفتم هذا في سوريا؟ صيحات بهذا الأسلوب الشديد، ولا بد من الحكمة ولا بد من الدين ولا بد من الصبر لأن هذا أعداء شيوعيين وبعثيين وناصريين وإلى آخره. فنحن نرى هذه الطائفة دائبة لا تفتر في مؤلفات في تعليقات في كذا وكذا وكذا، فماذا نصنع؟ هل من الحكمة أن ما نقدح في شيوخهم أبدا
ونسعى في بيان الحق بدون هذا الأسلوب، أو أيضا كجزء من الدعوة لابد أن نستبدى لهذا السيار فنبين ما فيه من ظلم ومن عدوان ومن انحراف. يعني هل نجمع بين الأمرين أو نرجح جانب السكوت ونمضي في بدعوتنا هكذا هادئين وهذه الموجات نطاطع الرسل على ماشيين؟ لا ما يكفي هذا، لابد من الجمع بين الدعوة إلى الحق والرد على الذين يبطلون ويحاربون الحق والدعاة إليه، وهذا أمر واضح جدا من كلامنا السابق. الصلاة بالحق واستعمال الحكمة والموعظة أصبح في مفهوم الناس أن هذا ليس من الحكمة. ليس إيش؟ ليس من الحكمة المناقشة هذه رجعنا إلى الناس، لنا وللناس علينا أن نعرف الحق وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالدعوة إليه. وكلنا يعلم قوله تبارك وتعالى في السورة سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علينا أن ندعو إلى الحق وأن نصبر على ذلك وأن لا نكل ولا نمل مهما تألب الأعداء علينا وردوا علينا ونسبونا إلى التشدد وإلى ربما الخروج ونحو ذلك، لا يهمنا. إذا كان ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ترى ما نسبتنا نحن الذين نزعم أننا دعاة، ما نسبتنا إلى نبينا عليه السلام؟ لا شيء يذكر. فإذا كان الكفار والضلال يتكلمون عادة في الرسل ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن يجب أن نهيئ أنفسنا أننا سنسمع من الذين ضلوا كلاما كثيرا، لابد من أن نهيئ أنفسنا لهذا وأن نصبر على دعوتنا لنؤجر، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله المستعان. الرد على الكتب المنحرفة وتتبع أقوال الأقوال المنحرفة في بعض الكتب وإن كانت كتب في جملتها مفيدة، يراه كثير من بعض من الدعاة المعاصرين أو من الذين ينتسبون إلى الدعوة في هذا العصر في الجماعات المختلفة، يرون أن تتبع هذه الكتب يعني مضيعة للدعوة وضياع ويعني هذا الذي هذه مما يواجهنا حقيقة دائما، في حتى من بين بعض إخواننا الذين هم من أهل العقيدة أصلا وأثرت فيهم بعض المناهج، فيرون تتبع هذه الكتب والكشف عن مساندها وتزييف ما فيها من باطل، يرون أن هذا إضاعة وقت لا فائدة فيه، بل يراه بعضهم من تتبع عورات الناس. الله أكبر. الله أكبر.